وهاي البنات البيتزا صراحه جات زوينه وجات طيبه مزيان. البيتزا بالخميره بلديه بوحدها. دابا غادي نقطعها شوفوا الشكل ديالها النهائي. صراحه راها صحيه ليكم ولوليداتكم. الصراحه ما نبقاش نستغني عليها لان الخميره بلديه زوينه. الخبيز راه مازال عندي في الفران. هانتوما البنات شوفوا جات خفيفه ورقيقه. ديك المره اللي فايته كانت جاتني شويه غليظه، مي انا كنت عارفاها غتجيني غليظه. دابا هذه جات رقيقه وزوينه وراها صحيه البنات. هانتوما شفتوا تبارك الله، هانتوما جات بحال الشغل ديال البيتزا ديال الزنقه بصراحه، من السما بالزعتر. هانتوما شفتوا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جميعا، مرحبا بكم في القناه الموندو دي كريمة غلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبز بدون غلوتين بالخميره البلديه اللي كنت شاركتها معكم من قبل وقلت لكم الطريقه كيفاش تحضروها. هانتوما شوفوا ما شاء الله هاد الخميره كنت محتفظه بها وكنت مذكراها وكنت عول انني باش نعجن اليوم. البارح ضفت عليها غير واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق، يعني استعملوا اي دقيق، مهم غير ما يكونش دقيق مصنع. شوفوا ما شاء الله شحال تفاعلت وشحال تنفخات. بسم الله انتم شفتوا طلعت، انتم طلعت القشره ديالتها وخامره مزيان. شفتوا التفاعل ديالها. دابا انا غنضيف هاد الخميره كلها، غادا نخلي منها فقط معلقه كبيره. بالنسبه لهذا الخبز الخالي من الجلوتين غادي نحتاج دقيق مصنع باش نجز يعني نتيجه جيده. كنشوف يعني البنات انهم يقدروا يستعملوا تقريبا قياس زلافه، ما كاين حتى شي مشكل. واللي بغى يدير نصف الكميه ما كاين حتى شي مشكل. غادا ناخذ قياس زلافه وغادا نغربلها معاكم بشويه بشويه. وغادا نضيف نص زلافه ديال السميد الابيض. كناخذ هاد لامارك ديال بان، هاد لامارك هادي راس ديال اسبانيا. ناخذ نص زلافه منها وناخذ نص زلافه من دقيق ساراتشينو او سارازان كيف ما تنقولوا ليه. انا نديرها كلشي هنا في القرعه. غادا نكمل الزلافه كيف ما كتشوفوا انا درت نص نص، يعني زلافه مملوءه ما بين هاد النوعين ديال الدقيق. غادا نغربل بما انني ما عنديش كميه كثيره. الا بغيتوا الدوبلو الكميه يمكن لكم دوبلوها، ولكن باش ندير انا هاد الكميه كلها ديال الخميره ضروري انني خاصني ندوبل المقادير. يعني غادا نوضع جوج زلايفه ديال شارميكس بي وزلافه ديال سارازان وزلافه ديال السميد الابيض. اللي عندكم ما كاين حتى شي مشكل، دقيق الحمص اي دقيق خالي من الجلوتين، الذره الصفراء اللي عندكم. دابا غنكمل قياس الزلافه. دابا انا وضعت جوج زلايف ديال شارميكس بي وزلافه سارازان وزلافه من الذره، ملح طعام، زريعة الكتان ولا بودر الكتان. يلا طحنتها دابا وغدا نضيف دابا معاكم الخميرة البلدية. صراحة الخميرة البلدية راها مفيدة جدا بخصوص حنا السرياكيين عندنا مشكل يعني في الجهاز الهضمي. هانتوما انا غدا ننزل الكمية كلها اللي عندي، غدا نخلي فقط هداك الشي اللي في الجوانب. هانتوما هانتوما شحال خليت شتي هادوك، هادي دابا هادشي اللي خليت. غادا نجمعو في واحد الجنب وغادي يعطينا تقريبا معلقه كبيره. غادا نغطيه بهاد المنديل وغادا نخليه. ما غنذكرها ما والو، ولكن الوقت اللي كنحتاج الخميره
مثلا بغى نعجن الغد كنذكرها بالليل وكتصبح ما شاء الله فايضه. دابا انا غادا نجمع معكم هذه الكميه ديال الدقيق، اكيد بالماء دافي. هاد الخميره بلديه البنات، الا رجعتوا في الاول في الفيديو يعني طريقه تحضير الخميره بلديه، غادي تشوفوا انني ضفت فيها سرازان، درت فيها السميده ديال الدراد البيضه، ضفت فيها ايلان. انا ما ضفتش هنا العجينه في ايلان لحقاش انا ضايفه ايلان في الخميره البلديه. من بعد ما جمعنا العجينه كيف ما كتشوفوا دائما كيبقى القوام كيتلصق في اليد، غادي نضيفوا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت بلديه ونخليو هاد الزويته تندمج لينا مع هاد العجينه ونعطيو هاد الليك مزيان البنات بهذه الطريقه. فقط كناخذوا شويه الماء وكنفزقوا به ايدينا، ناخذوا شويه من الماء دائما كنقوم نخدمو بهذه الطريقه وكنمرشوا الماء وغادي يبدا يتجمع معنا كيف ما كتشوفوا. هانتوما شفتوا محد انايا تندلك كنرش في الماء ما كيبقاش العجينه كتلصق ليا. صافي غدا من بعد ما تلك دابا العجينه مزيان وشفتوا القوام ديالها كيف عامل، غدا نغطيها بواحد البلاستيك وغدا نخليها تختمر. الوقت اللي غادي يبدا يتضاعف الحجم ديالها غنعرف في العجين ديالي راه اختمر. تقدر تحتاج الوقت 5-6 سوايع على حسب الجو اللي في الدار، ولا كانت عاود سخونيه راه ما غتاخذش لكم يعني وقت كثير. غناخذ دابا واحد شويه الزيت بلديه وغدا ندهن بها السطح على هذا الشكل، وغدا ناخذ اي بلاستيك عندكم تغطيو وكتعقدوه باش ما يدخلش الهواء منه، وغدا نغطيه بواحد نخليه مرخوف باش اللي غادي يرتاح الوقت غادي يرتفع يلقى فيني فين يتزاد الحجم ديالو. دابا نغطيه بواحد المنديل وبواحد المنطه خفيفه ونخليه يختمر ومن بعد نرجع معاكم. من بعد ما خمرت معايا العجينه الله خليتها الوقت الكافي، نتوما راه كتعرفوا يعني التخمير ديال الخميره بلديه حيدت عليها البلاستيكه. دابا غادي نبداو نشكلو معاكم في العجين ديال الخبز ديال الخميره بلديه، الخبز الخالي من الجلوتين. بسم الله على بركه الله. كتاخذوا اي دقيق كتحطوه على طاوله العمل وكتبداو تشكلوا في الخبيز ديالكم. اكيد من بعد ما تدهنوا راحت اليد بشويه الزيت، كنحاول انني ما نكسرش التخمير اللي في هذا المدى. عارفين دابا مع هذا البرد دابا العجينه راها ما نقولش لكم راها جامده من الفوق يعني كتبان لكم قاصحه، ولكن التخمير هو راه باين. غدا نعمل باغيت شويه حجم كبير، على دائما تنقول لكم انني التخمير ما كنكسروش كيبقى دائما نفس الفورمه. صافي كنبقى ندي ونجيب هكا في العجينه حتى نشكل الباغيت ديالي. كنحاول انني نمدد العجينه ديالي قدر الامكان حيت هذا الخبز راه ما شاء الله راه غادي مازال يتنفخ معايا. صافي كنرفعوه وكنوضعوه مباشره في الطاوله. دهنوا براحه اليد كيف ما عملنا في الاول، والريحه ديالها ما شاء الله ما نقولش لكم يعني راها مفيده هاد الخميره بلديه لا ليكم ولا لوليداتكم.
بحكم انها تحتوي على البكتيريا يعني النافعه للجسم الجهاز الهضمي. الا كانت شي حاجه زايده غادي نقصوها، كون ما مددتو اكثر احسن، لان مازال راه غادي تنفخ معكم هاد الباكيط ان شاء الله. هانتوما الشكل هو هذا. من بعد ما غادي نكملوا الشكل ديال الباكيط غادي نفلحوه بالسكين. صراحه هاد الخبيز هاد العجينه هادي غادا ندير منها ان شاء الله واحد شويه ديال البيتزا باش نخليها ان شاء الله للكوتي بيتزا بالخميره البلديه. نخلي هاد العجينه باش ندير البيتزا، بقات لي هنا غير بحيده على حساب الطاوله اللي عندي. ثم كتعملوا اي دقيق خالي من الجلوتين، كاين لكم دقيق الروز، النشا، السميده، دقيق ديال الذره، ما كاين حتى شي مشكل. كتعملوا العجينه قليله، نضيف واحد شويه في الجنب باش يجيني تجيني الباكيطه على الحجم اللوين اللي عملت. جاتني طويلة تنقص منها. غادي نشعل الفران غير باش يسخن ليا الفران، من بعد غدا نطفي عليه، ومنين نشوف ان الباكيط ديالي ضعف الحجم ديالو غدا نشعل عليه الغاز باش يطيب ليا. يعني هاد الخطوه ممكن لكم ديروها غير بالقيطه اللي كيكون البرد. دابا راه البرد والثلج طايح عندنا الفوق، دابا غندخلو الفران ومن بعد نرجع معكم باش يكتمل التخمير ديالو. بالنسبه للبيتزا، العجينه اللي شيتها باش نعمل بها البيتزا نوريكم. ناخذ القليل من الدقيق الخالي من الجلوتين وغادي نشكلو العجينه ديالنا بشكل دائري باش نعملها في هاد الطاوه. انا الطاوه الاولى سبحان الله كتحسب لي غدا تكفيني الساعه ما قداتهاش، خديت طاوه كبر منها وغادي نقادها. صلصة الطماطم. بالنسبه لهاد الصلصه راها طيبه في الدار، يعني حنا دابا ملي كتكون عندنا يعني مطيشه كثيره كنجيبوها وكنحضروها في الدار. غتلقاو الرابط ان شاء الله غادي ننزلو لكم في هاد الفيديو ديال الخبز الخالي من الجلوتين بالخميره بلديه فقط. دابا غادي نعمل شويه الزعتر، غدا نرش نضيف شويه الملحه باش نصحح الذوق، وشويه الفلفل الاسود. والبيتزا الصراحه هي الزعتر، الا ما كانش الزعتر ما تقولوش انكم درتو بيتزا. الصراحه لله مازال غدا نضيف من الجوانب. دابا غدا نضيف عندي هنايا طون، نوزع طون على البيتزا كلها. بالنسبه للفرماج الصراحه ما عنديش مونزاريلا، لان المونزاريلا هي اللي كتواتى مع البيتزا، عندي غير الجبن غرانا بادانو. ودابا غادي ندخلها للفران مع الخبز باش يكتمل التخمير ديالها، من بعد نوريكم النتيجه النهائيه. بصراحه الخبز ها هو يا اكتمل التخمير ديالو كيف ما كتشوفوا، انه ضعف الحجم ديالو
وكتشوفوا انه بالنسبه للتخمير كيبان في هاد الفلحات اللي كيبانوا لكم ها نتوما البنات هما محلولين. دابا غادي نشعل الفران ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه. وها هي البنات البيتزا، صراحه جات زوينه وجات طيبه مزيان البيتزا بالخميره بلديه بوحدها. دابا غادي نقطعها نشوفوا الشكل ديالها النهائي. صراحه راها صحيه لكم ولوليداتكم، الصراحه ما نبقاش نستغنى عليها لان الخميره بلديه زوينه من السماء بالزعتر. انتوما شفتوا ايوا ها هو الخبيز كيف ما كتشوفوا، الصراحه جا زوين. راه جا محمر البنات بحكم انني راشه عليه الفرينه، ما كنبغيش الصراحه انا الخبز ندير ليه الزيت ولا ندير فيه السكر تاع البيض، مي راه طايب مزيان البنات. انتوما شفتوا القاع ديالو من التحت، والبيتزا تا هي ما شاء الله جات زوينه وفتيه. هادي راه قبيله انني باش خرجتها من الفران وجات رطبه، جات رطبه بزاف وشيشه ما نقولش لكم على المذاق ديالها. المهم البنات كنتمنىكم انكم تابونا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، واللايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ها هو مازال سخون البنات الخبيز بالخميره البلديه فقط بدون اي اضافات اخرى، يعني ما ضفتش الخميره العاديه نهائيا. وملي تبغيو تخمروها البنات عطوه الوقت كافي التخمير باش تحصلوا على النتيجه الجيده. ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. الموندو دي كريمه غلوتين فري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.